احنا إذا نعمل بما يوجد في فقهنا، احنا إذا نعمل بما يوجد في مفاتيح الجنان، هي هذه كافية كبرنامج لتربية هذه النفس، صلاة الليل من المستحبات المؤكد. وهي من أصعب الأمور على الأفراد كل واحد عنده تجربة جديدة مع نفسه يتمكن لو ما يتمكن عندما يخلي المنبه المنبه يدق قبل أذان الفجر بعشر دقائق يقدر يقوم أو ما يقدر هذه تجربة جديدة تجربة للنجاح او للفشل، هذا الذي لا يتمكن ان يستيقظ من نومه، هل يتمكن ان يثبت في ميدان الجهاد، اللي ما يتمكن يضحي بنومه، يتمكن يضحي بنفسه في سبيل الله. هذه تجربه، تجربه في كل ليله، واحد يتمكن يجرب نفسه، يلاحظ مستواه، ويرفع مستواه بهذه التجربه الليليه، احنا عندنا خطوه اصعب من هذه الخطوه. خطوة هي السيطرة على الجوارح، وخطوة أخرى هي السيطرة على الجوانح. السيطرة على الجوانح من أصعب الأمور. الشيخ مرتضى الحائري لعله رحمه الله على ما أتذكر كان يقول أنا تمكنت أنه بالمجاهد أصل إلى درجة لا أبدي غضبي الإنسان دائما يتعرض لمواقف تثيره يتمكن يسيطر أو ما يتمكن أغلب الناس ما يتمكن انا تمكنت ان اسيطر على غضبي ما اظهر ولكن السيد الخنصاري المرجع المعروف رحمه الله وصل الى درجه تمكن فيها ان يتحكم في باطنه فلا يغضب اذا يريد ان لا يغضب لا يغضب احنا في كل يوم عدنا تجربه جديده كل يوم عندما نصلي هل نتمكن ان نسيطر على فكرنا خلال اربع دقايق هذه تجربه متجدده في كل يوم ونجاح في كل يوم أو فشل في كل يوم. الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا ميدان للجهاد مع النفس ولتنمية النفس. إذا واحد يراجع الروايات الواردة عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يجد فيها الكثير من هذه المفردات، احاديثنا مشحونه بامثال ذلك، الاشياء التي تعطي للانسان قوه، وتنمي نفس الانسان، وتطهر نفس الانسان،